Techno-planète. Information. Claire et net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي كوكب التقنية حيثما كنتم وأينما وجدتم. هذا هو التسجيل العاشر من تسجيلات برنامج قارئ الشاشة الانفيديا. في هذا التسجيل لن تكون لدينا معلومات كثيرة، وإنما سنتحدث عن باغامتر دي موديل كومبليمونتير. وهذا الخيار وفي الحقيقة لا يوجد ضمنيا في برنامج انفيديا بهذا الاسم، ولكني اخترت أن أسمي هذا التسجيل بهذا الاسم لأنني أردت فقط أن أعطيكم لمحة عن إعدادات الإضافات، لأن برنامج انفيديا فيه إضافات كثيرة متعددة، وكل شخص من الأشخاص وكل فرد من الأفراد يقوم بتثبيت هذه الإضافات حسب رغبته وحسب ما يريد ومتطلباته والاحتياجات التي يحتاجها من الحاسوب ومن برنامج قارئ الشاشة. إلا أننا قد ثبتنا بعض الإضافات التي سنستعرض إعداداتها بشكل سريع فقط، ولن أغوص في ذلك الأمر. أولا، في التسجيل السابق كنا قد توقفنا عند جيست دو كوموند، وهذا هو الخيار الأخير في خيارات بريفيرونس بالنسبة لإنفيديا في وضعه العادي، يعني عندما يكون خاليا من أي إضافة. إذن اليوم باغامتر دي موديل كومبليمونتير، لا بأس أن نذكر بخيار جيغي لموديل كومبليمونتير الذي رأيناه في التسجيل الثاني، لأنه مرتبط بهذا الخيار، مرتبط بباغامتر دي موديل كومبليمونتير. إذن جيغي لموديل كومبليمونتير تكون في أوتي، يعني إنفيديا بلس إن، ثم نهبط بالسهم مرتين، أوتي سو منيو، نفتح سهم الأوتي بالسهم الأيمن، ننزل جيغي الموديل كومبليمونتير أنتري، جيستيونير دي موديل كومبليمونتير، نجد هنا كافة الإضافات التي ثبتناها سابقا. Fermez bouton module complémentaire, installer liste. Acapella TTS Voice for NVDA. Acapella TTS Voice for NVDA. Clip copy for NVDA. Clip copy for NVDA. وإلى غير ذلك. طب. À propos de ce module complémentaire. À propos de ce module, يعني إذا أردت أن أعرف معلومات خاصة بهذه الإضافة. Désactiver le module bouton Alt plus D. إيقاف الإضافة وليس حذفها، فقط أن أوقفها بشكل مؤقت، ولكن عندما أريدها أشغلها. مثلا NVIDIA Theme Manager، هذه الإضافة الرائعة التي تعطينا أصوات كثيرة عندما نكون نتنقل بالمؤشر إلى غير ذلك. في بعض الأحيان يحدث بينها وبين بعض الاختصارات تعارض، لذلك يمكن أن نوقفها ونقوم بعملنا ثم نعيد تشغيلها من جديد. طب أجوتي، إذا أردت أن أثبت إضافة عندي في الحاسوب كنا نحتاجها سابقا عندما لم يكن برنامج إنفيديا يقوم بفتح ملفات الإضافات آليا. طب إذا أردت أن أحذف أي إضافة أو أقف على الإضافة التي أريد حذفها ثم أضغط على سبريمي من هذا المكان، أوبتنير دي موديل كومبليمنتير سيفتح لي موقع الإضافات الرسمي الخاص ببرنامج إنفيديا. فيرمي بوتون إغلاق. إذن نكون قد رأينا ما هو جيستيون دي موديل كومبليمونتير، ونفهم من هذا أنني مثبت مجموعة من الإضافات، وهذه الإضافات هناك بعض منها تحتوي إعدادات خاصة بها، خاصة بتلك الإضافة. على سبيل المثال أوك أو الأوسير له إعدادات خاصة به، ويندوز ديس أب إسونسيال له إعدادات خاصة، إنفيديا إكستنسيون جلوبال لها إعدادات خاص. إذن كيف سأصل إلى هذه الإعدادات؟ سأذهب مباشرة إلى بريفيرونس، ثم نفتح البريفيرونس بالسهم الأيمن، ننزل، رأينا كل هذه الأشياء سابقا، جيست دو كوموند. في الوضعية العادية لبرنامج إنفيديا يكون هذا هو آخر خيار في البرنامج. تأكد سنفعل شيئا مهما، سنضغط انفيديا بلس كيو، انفيديا زائد كيو، ونجرب ونرى. Quitter NVIDIA dialogue. Que voulez-vous faire? Liste. Voulez-vous faire? ماذا تريد أن تفعل؟ ننزل. Redémarrer avec les modules complémentaires désactivés. Redémarrer avec les modules complémentaires désactivés. إدخال. جاء الاي سبيك لأن الأكابيلا غير مشغلة. نفتح الانفيديا بارامتر أو بريفيرونس، نفتح سوموني، نصعد جيست دو كوموند، قال لي جيست دو كوموند فقط، نعيد سمعها، ننزل بالسهم الأسفل بارامتر جينيرو. إذن نعيد تشغيل الإضافات،
Text. إذن ما سنجده تحت جيست دو كوموند هو كله خاص بإضافات إنفيديا التي ثبتناها، وأريد أن أحيطكم علما بأن ما سنجده تحت جيست دو كوموند من خيارات هو مختلف بمقدار اختلاف تثبيت الإضافات. كل واحد سيجد أشياء أخرى، مثلا الإخوة الذين ثبتوا إضافة الطقس سيجدون إعدادات إضافة الطقس، الإخوة الذين ثبتوا بعض الإضافات الأخرى سيجدون هذه الإعدادات. إذن نذهب من جديد إلى إنفيديا بريفيرونس، نصعد جيست دو كوموند. نحن في الوضعية العادية، إذا كنتم قد تابعتم معي التسجيل الثاني والثالث والرابع وثبتتم نفس الإضافات التي ثبتتها أنا، وفقط هذه الإضافات هي توفيقية وليست توقيفية، يعني ليست إجبارية أن تثبتوها، ولكن أنا ثبتتها لأنها ستخفف علينا وستوفر علينا مجموعة من الأمور التي سنعرفها في وقتها إن شاء الله. ننزل هنا جيست دو كوموند، ننزل بارامتر أو سي آر، بارامتر أو سي آر سنتحدث عنها بعد قليل. ننزل بارامتر دو موديل ديكستنسيون دي كوموند دو باز دو انفيديا سو مني، بارامتر دو موديل ديكستنسيون جلوبال سو مني. ننزل رونوماج دي توش كلافيي، رونوماج دي توش كلافيي هذه تابعة، هذا الخيار تابع لخيار لإضافة انفيديا اكستنسيون جلوبال ولن نتحدث عنه. انون سيليكتيف دي توش دو كوموند هذا ايضا لن نتحدث عنه. ننزل كونفيغوراسيون دو موديل كومبليمونتير ام بي 3 ديريكت كوت، كونفيغوراسيون دو موديل كومبليمونتير ام بي 3 ديريكت كوت. ننزل جيري لي فريموس سو مني جي، جيري لي فريموس. ننزل بارامتر جينيرو، بارامتر جينيرو. اذا نستعرض الخيار الاول الذي يلي جيست دو كوموند، الذي يلي جيست دو كوموند هو بارامتر اوكر. بارامتر اوكر يختص باعدادات اضافه او سي ار التي ثبتناها سابقا والتي سنحاول ان نستعرضها ونتحدث عنها ان شاء الله. ادخال réglage au dialogue sélectionnez la langue pour localiste français. هنا يقول لي اختر لغة التعرف الضوئي، لأن إضافة OCR تتعرف على بعض الأشياء، يعني مثل OCR الذي موجود في برنامج جوز، ومثل OCR الذي موجود في ويندوز 10 والذي تمت إضافته إلى النسخة 2017.3 من الإنفيديا. ننزل هنا مجموعة من اللغات، اندونيسيان ايطاليان جابون كوريان ليتون. أنت تختار اللغة التي تريد، إذا كنت تريد أن تتعرف على نص باللغة الإنجليزية تختار إنجليزي، إذا كنت تريد أن تعرف نص فرنسي تختار فرنسي. ليتوانيا نيرلندية بلغار فيتناميا بلغار كاتالان تشيك شينو دانو ألمان أنجلي فين فرنسي فيتناميا أوكرانيا ترك. للأسف لا توجد هنا اللغة العربية، على خلاف أوسير الذي يتضمنه الويندوز 10 فيه اللغة العربية. فينوا فرنسي والإنفيديا 2017.3 تحتوي هذا الأوسير ويحتوي أيضا على اللغة العربية، لكن اللغة العربية غير عملية ولا يمكن الحقيقة أن نعتمد عليها أو تكون نتائجها مرضية مع الأحرف، مع التعرف الضوئي. طب أوكي بوتون فقط فيها إعداد واحد هو اللغة فقط وهذا بدهي. ننزل إلى الخيار الذي يلي بارامتر أوكر، mise en dix geste de commande paramètre ocre. ننزل paramètre du module d'extension des commandes de base de NVDA sous menu. هذه فيها السمني، نفتح السمني بسهم الايمن. فونكسيوناليتي انستالي اف، فونكسيوناليتي انستالي، لان هذه الاضافه كما قلت سابقا في تسجيل سابق جمعت بين مجموعه من الاضافات كما قلت غوبور سامبول ومجموعه من الاضافات الاخرى. ننزل اوبسيون، اوبسيون خيارات الاضافه، اوبسيون افونسي، اوبسيون افونسي خيارات متقدمه. فونكسيوناليتي انستالي اف paramètre du module. في الحقيقه هذه الاضافه لو اردت ان تحدث عنها وعن خصائصها فتحتاج أكثر من تسجيل على ما أعتقد، والآن لا أريد أن أشتت انتباهكم إلى هذه الإضافة لأنني سأتحدث عنها إن شاء الله في تسجيل لاحق بعدما ننتهي من استعراض الاختصارات الخاصة بالبرنامج. سنتحدث عن هذه الإضافة التي تضيف بعض الاختصارات الأخرى بكل صراحة. ننزل غنماج دي توش كلافي، في الحقيقة هذا الخيار والخيار هذا لا أعرف معناهما، هما مضافين افتراضيا لإضافة انفيديا اكستنسيون جلوبال. ننزل كونفيغوراسيون دو موديل كومبليمونتير ام بي 3 ديريكت كوت، كونفيغوراسيون دو موديل كومبليمونتير ام بي 3 ديريكت كوت. ادخال كونفيغوراسيون دو لا دونت ام بي، اكتيفي لي زانونس دو لا توش اسباس كاز كوشي فوكاليزي، اكتيفي لي زانونس دو لا توش اسباس. في الحقيقه هذه الاضافه انا لا استخدمها، يعني لم استخدمها من قبل، ولكن الاخوه الذين يعتمدون على برنامج ام بي 3 ديريكت كوت يستخدمون الاضافه. طاب انونسي لو بلاسمون دي ماركور دو سيليكسيون كاز كوشي كوشي، يعني يقرا لك البدايه والنهايه الخاصه بالتحديد والى غير ذلك، يعني هذه الامور مرتبطه بالاضافه. واذا اردتم المزيد من المعلومات يجب ان تقراوا ملف الاضافه عن طريق جيري لي موديل كومبليمونتير وتقف على الاضافه التي تريد ان تعرف عنها المعلومات وتضغط حتى add de ce modèle module complémentaire.
وتعرف كل شيء مرتبط بالإضافة. وإذا لم تستطع الفهم ترجم. Activez les autres annonces case à cocher cocher. OK bouton. Activez les autres annonces يعني الإعلانات أو المعلومات الأخرى. Annulez bouton. نعود إلى préférences. Configuration annonce sélective. Configuration du module complémentaire. Configuration de modèle MP3 Direct Kit ننزل. Gérer les frimousses ou menus G. Les frimousses هي إضافة تمكننا من إضافة بعض الرسوم التعبيرية أو الوجوه التعبيرية. عندما نضغط على NVIDIA plus E نجرب. نذهب إلى البلوك نوت. نضغط NVIDIA E. Insérer une frimousse dialogue. Filtrer. Édition Alt plus F. Filtrer. لا يهم طاب. Tous bouton radio coché Alt plus. هنا بوتون راديو كوشي. يمكن أن نجد هنا tous. Standard بوتون راديو كوشي. Standard. Emoji بوتون راديو كوشي. Emoji فقط. Tous بوتون radio coché Alt plus. نتركها tous طاب. Liste des frimousses liste Alt plus L. Visage souriant. ننزل بالأسهم. Visage compte avec la bouche. Visage compte avec la bouche ouverte. Visage souriant avec les yeux rieurs. Visage riant jaune. Visage légèrement souriant. Visage souriant esquisse. Visage content avec auréole. Visage fronçant les sourcils. Visage clin d'œil. Type emoji. هذه مجموعة من الرسوم التعبيرية. OK bouton. Liste. نضغط إدخال. Sans titre bloc-note. Éditeur de texte édition multiline. الآن تم نسخ هذه الأيقونة إلى الحافظة. إذا أردت أن أقوم بلصقها في أي مكان للكتابة، أضغط Ctrl V. Coller. Vide. وهي الآن موجودة هنا لكن البرنامج لا يقرأها. موجودة في النص لكن البرنامج لا يقرأها. إذا تنفع هذه الإضافة في الفيسبوك وفي برامج الدردشة، لأن هي التي تتعامل مع الأيقونات بشكل كبير. هذه البرامج تدعم الأيقونات بشكل كبير. نعود. Gérer les frimousses se mener. نفتح سمني بسهم الأيمن. Insérer une frimousse. يعني إذا هذا هو نفسه اختصار NVIDIA E. ننزل. Personnaliser les frimousses. Personnaliser les frimousses. إذا أردت أن أحذف منها بعض الرسوم. Paramètres d'activation. Paramètres d'activation. هذه لا أدري في الحقيقة ما وظيفتها. المهم أن الإضافة تعمل دائما، لكن لا أدري لماذا هنا Paramètres d'activation. وهنا نكون قد عدنا إلى بداية الإعدادات الخاصة بفريموس. وبهذا الأمر نكون قد أنهينا تسجيلنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في التسجيل المقبل الذي سنتحدث فيه عن بروفيل دو كونفيغوراسيون إن شاء الله تعالى. إلى حين اللقاء بكم تقبلوا فائق الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.